السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا نحييكم حلقة اليوم من برنامج تراحيب. حياك الله يا ابو مبارك وحياكم الله مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة منوعة من برنامجكم اليومي تراحيب. نبدأ حلقتنا الليلة ومثل ما عودناكم كل أسبوع وبالتحديد كل يوم سبت نتكلم عن دائرة من دوائر المجلس البلدي. سهل مبارك يا ابو سلمين. طيب الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابو مبارك. يا مرحبا. اليوم نتعرف وياكم على أحد دوائر المجلس البلدي نظرا لما يطلع به المجلس من دور واضح في إبداء الرأي لمقترحات ووضع الخطط للمشاريع وتطوير المناطق. نعم، واليوم بنتكلم عن الدائرة 27 اللي هي دائرة الذخيرة، ولكن قبل ما نتكلم عنها مشاهدينا الكرام خلونا نتعرف على هذه الدائرة من خلال هذا التقرير. دائرة الذخيرة من بين أهم وأقدم المناطق في الدولة، موقعها المتميز وانفتاحها على البحر جعلها فضاء قل نظيره، فكيف لا وهي المكان الذي يعرف أكبر تجمع لأشجار القرم البحري، وبالقرب من ضفافها تقع إحدى المعالم التاريخية الضاربة في القدم والشاهدة على سنوات مضت من تاريخ البلد. وما هي إلا لحظات وأنت تجوب شوارع الدائرة 27 حتى تكتشف نظافتها واتساع شوارعها وتنوع الخدمات المتوفرة، من مساجد يذكر فيها اسم الله ومحلات وأسواق تجارية وكذا مدارس مختلفة للبنين والبنات ومؤسسات حكومية لتقريب الإدارة من المواطنين والسهر على راحتهم. كما وفرت الدولة على مستوى الخدمات الصحية مستشفى كبير يضم أهم التخصصات. المسؤولون على الدائرة أولوا كذلك اهتماما كبيرا بالشباب وحاجياتهم باعتبارهم الحلقة الأهم في مسيرة التنمية البشرية التي تنهجها دولة قطر، ويعتبر مركز ذخيرة للشباب وكذا ملاعب الفرجان الموجودة بالمنطقة رافدا من روافد هذه التنمية. خلق فضاءات خضراء ومتنفسات طبيعية للأطفال والأسر كان لها المكان الأبرز في أجندة المسيرين للشأن المحلي بدائرة ذخيرة. رغم كل هذه الخدمات المتميزة بمدينة ذخيرة يبقى سكانها قلقين حيال مشكل واحد وهو زحف الرمال، حيث تسعى الدولة جاهدة لمحاربته بغرس أحزمة خضراء تفصل ما بين المناطق السكنية ومكان زحف الرمال. حياكم الله. مثل ما شفتوا معانا في التقرير، معانا في الاستوديو هذا الأسبوع المهندس حمد بالأحدال المهندي عضو المجلس البلدي عن الدائرة. الله يمسيك بالخير مهندس حمد، وساعة المباركة نشوفك هنا وبتكلمنا عن دائرتك. طبعا يا هلا ومرحبا فيك، وصراحة بداية أنا أحب أشكركم على الاستضافة وأشكر لكم تواصلكم الدائم مع المجلس البلدي من خلال استضافة أعضاء المجلس البلدي في برنامجكم، وأيضا من خلال تغطيتكم لجلسات المجلس البلدي. الله يسلمك يا حمد، وهذا واجبنا المجلس البلدي وكل مؤسسات الدولة اللي تخدم هذا البلد الطيب. في البداية ودنا تكلمنا عن أبرز المشاريع وبالأخص البنية التحتية في دائرتكم. بداية أنا حاب أعطيك بس نبذة عن دائرة الذخيرة. هي الدائرة 27 من دوائر المجلس البلدي 29. نعم. تعتبر الدائرة من أكبر الدوائر مساحة، حيث تمتد من مدينة الذخيرة إلى الحويلة. المدينة الدائرة تجمع تناقضات صراحة، تجمع المصانع وتجمع البيئة المميزة، حيث توجد في الدائرة أكبر مدينة صناعية في دولة قطر وهي مدينة رأس لفان الصناعية. أيضا توجد أكبر محمية للقرم الطبيعي في دولة قطر وهي محمية الذخيرة.
توجد أيضا فيها مستشفى الخور العام وهو أكبر مستشفى في الجزء الشمالي لدولة قطر. أيضا وجود بيئة مميزة اللي تعتبر ملفأ للطيور المهاجرة ووجهة للمدارس. يعني هو موقعها مميز، هذا ما يختلف عليه اثنين، بالذات قربها من البحر. ولكن احنا ودنا نتكلم عن أبرز المشاريع اللي تخص البنية التحتية. بالنسبة للبنية التحتية ولله الحمد عضو المجلس السابق الوالد علي بن حسن رحمه الله استكمل 80% من أعمال الصرف الصحي للمدينة، وأيضا تم استكمال 100% من شبكة المياه. وصراحة يعني سهل علي المهمة بأن وضع الأساسات. بالنسبة للبنية التحتية هناك إن شاء الله خطة مستقبلية في السنة القادمة راح يتم تنفيذ مشروع عن طريق هيئة الأشغال العامة. المشروع عبارة عن بنية تحتية متكاملة لمدينة الذخيرة والمناطق المجاورة لها واللي هي تبع الدائرة طبعا. المشروع عبارة عن إزالة جميع الطرق اللي موجودة واللي هي عبارة عن شوارع مؤقتة، وسيتم إن شاء الله رصف شوارع جديدة بالإضافة إلى تركيب انترلوك وأعمدة إنارة وعمل شبكة متكاملة لمياه الصرف الصحي لمياه الأمطار. مهندس حمد، احنا بنعرف أبرز التحديات في دائرتكم. والله التحديات، التحدي الأكبر طبعا اللي يواجه دائرتي أو يواجه عضو المجلس البلدي أو حتى الدوائر الأخرى اللي هو ضعف الميزانيات، ضعف ميزانية البلديات نفسها. إذا نظرنا أن البلديات صلاحيات تشمل صيانة الطرق الداخلية، فنواجه مشكلة بحكم أن البلديات تغطي أكثر من منطقة، مثل بلدية الخور وذخيرة حاليا تغطي الخور، الذخيرة، الغويرية، الكعبان. فالمساحة هذه كلها تتطلب إلى دعم كبير في الموازنة. وأنا تقدمت صراحة بمقترح لوزارة البلدية أن يتم دعم أو زيادة الميزانيات في ميزانية البلديات. أيضا هناك لأن أكثر ميزانيات تصرف في الدولة تصرف على اللي هي احنا لازم نفرق التحتية. اي احنا لازم نفرق هنا في المشاريع الرئيسية اللي هي مع هيئة الأشغال العامة، وفي مشاريع اللي هي مشاريع صيانة الطرق الداخلية. صيانة الطرق الداخلية صلاحياتها حاليا في البلديات، وأنا أتمنى صراحة أنه تنقل من البلديات وتسلم لهيئة الأشغال بحكم وجود الكادر الفني والهندسي في هيئة الأشغال، بحكم الميزانيات الضخمة اللي ترصد في هيئة الأشغال، بحكم وجود الإدارات الداعمة اللي تكون سبورت للمشاريع هذه في هيئة الأشغال، أو أنه يتم تطوير الأقسام الطرق في البلديات ودعم الميزانية. صراحة الجهود كبيرة تبذل من قبل بلدية الخور والذخيرة، لكنهم يحتاجين الدعم. طيب الدعم إن شاء الله أنه موجود. والله يعني حسب اللي نعرفه واللي شفناه احنا من آخر أيام، ما شاء الله عندكم الحديقة ذي اللي سويتوها في الذخيرة. نعم. ما شاء الله من أروع الحدائق أتوقع في قطر كله يعني. الله والإمكانية اللي فيها، فهذه إن شاء الله أن الميزانية بتزيد بالنسبة لكم وحق كل الدوائر. وأنا متأكد أن الموضوع مش يعني ما نقول أنه نقص ميزانية، أنا متأكد أن الدولة مش مقصرة في هذه الناحية، لكن قد يكون هناك نقول مثلا ضغط أكبر عليهم أو خلل في بعض التنسيق في بعض الأماكن. لكن أنا متأكد الموضوع يعني مش موضوع ميزانية اللي راح يأخر مثل هذه المشاريع. لكن ودنا نتكلم أيضا عن نقص المرافق في بلدية الذخيرة، وإيش يعني ايش الخطط اللي وضعتوها لهذه الدائره من ناحيه المرافق الخدميه، لان عندكم نقص فيها. نعم، بالنسبه لعملي في المجلس البلدي، بدايه العمل انا وضعت اولويات، وضعت مشاريع مستعجله لابد انها تنجز في فتره قصيره حتى لو كانت من ضمن حلول مؤقته. وضعت ايضا مشاريع رئيسيه، طبعا الرئيسيه هي تاخذ وقت بحكم انها تتطلب تصميم وبعد كذا مرحله تنفيذ. بالنسبه للمشاريع المستعجله كان اللي تم انجازها، احنا انا راح اتكلم فقط عن اللي تم ما تم انجازه. نعم. المستقبل ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للمشاريع المستعجله واللي تم تنفيذها بشكل سريع، طبعا احنا حصرنا الشوارع اللي كان محتاج لها صيانة مستعجلة.
وبتعاون مع بلدية الخور والخيرة تم صيانة هذه الشوارع. أيضا كان من ضمن أولويات السلام المرورية. السلام المرورية صراحة جدا مهمة، فعملنا تخطيط للشوارع، عملنا صبغة صفة، تركيب لوحات مرورية في الشوارع، لأن عدم وجود هذه الأشياء ممكن يتسبب في حادث لا سمح الله. أيضا المدينة هذه كانت تفتقر لوجود صراف آلي، يعني مع أن هاي من أقل الخدمات، إحنا كملنا التنسيق كان تام مع عضو البلدي السابق الوالد علي حسن رحمه الله، ووفرنا سيارة متنقلة للصراف الآلي إلى أن تم إنشاء الصراف الآلي الجديد. أيضا كان عدم وجود محطة وقود على فرضة الخيرة يخدم هل البحر، فتنسقنا مع شركة وقود ووفروا لنا محطة متناقلة. فالحلول هذه هي سريعة، نعم، إلى أن يتم إنشاء الدائم إن شاء الله. أيضا كان عندنا صيانة لدوار صناعية الخور، وهو صراحة دوار يرتاده كل العاملين في راس لفان، وكان وضع جدا سيء، وتم إزالة الطبقة الأسفلتية. هذه بالنسبة للمشاريع زي ما عندي سحب المستعجل. يعني أنا سمعت كل بداية تقول إن المنطقة تغطي من الخيرة لين الحويلة. نعم. الحويلة حين وأنت تعرف يعني ما شاء الله منطقتكم الخيرة وقريبة من البحر. نعم. حسبت حساب حق البحر، يعني أنا أقصد الكورنيش والشوارع وهذه المنطقة تستغلونها سياحيا. نعم. إحنا بجيك في المشاريع الرئيسية. بالأخص يعني هلا في الحويلة، لأنه ما شاء الله. الظاهر انت من هال. لا والله انا من هال الدوحه، لكن قلبي عليكم يعني. الله يسلمك. بالنسبه للمشاريع الرئيسيه، طبعا تم انشاء طريق لفرضة الخيرة، طريق جديد، وهو سهل صراحه لمرتدي البحر بحكم انهم يقلصون طراريدهم وكذا. فالحين حاليا في شارع يؤدي الى الفرضة موجوده. ايوه الفرضة موجوده طبعا. محطه بترول، محطة في متنقلة، وإن شاء الله جاي الجديد. يعني ممكن نشوف كورنيش مصنع الخيرة في المستقبل إن شاء الله. حاليا الله يسلمك في مشروع إن شاء الله مع المكتب الهندسي الخاص، واللي صراحة أقدم لهم كل الشكر، اللي انتبهوا لموضوع فرضة الخيرة والغنى. راح يتم حفر إن شاء الله الغنى، قناة الخيرة اللي هو مدخل الخيرة، وراح يكون إن شاء الله في مشروع مرسى للطرادات في على فرضة الخيرة. إن شاء الله راح يضم 75 طراد ما شاء الله. أيوة. وهو صراحة بيكون إن شاء الله على تصميم جدا مميز، بتوفر أيضا في محطة وقود للطرادات. وإن شاء الله المشاريع البحر يعني إحنا ما بنسينا، يستاهلون نعم. البحر في هناك الله يسلمك. بعد فيه تنسيق الحين حاليا جاري بيني وبين شركة ميرسك، في مساهمة نحاول أخذ من عندهم مساهمة ودعم للمنطقة بإنشاء ممشى على البحر، يحتوي الممشى على ممشى طريق للمشاة وأيضا مسار للدرجات الهوائية. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يعني. مهندس حمد، شلون تواصل بينك وبين أعضاء دائرتك؟ يتواصلون معك؟ طبعا مثل ما انت عارف الخيرة مجتمع قبلي، احنا دائما زياراتنا بشكل يومي بين المجالس، نتواجد معاهم طبعا كلهم اهل وقارب، يعني نتواجد معاهم بشكل دائم. الله يفرجكم ان شاء الله. ان شاء الله. ونسمع منهم صراحة المقترحات، والاهالي يعني دائما ما يدعموني، دائما ما يكون سبورت يعني لي في كثير من الامور، يقدمون المقترحات وجدا ايجابيين يعني معي. الحمد لله. الحمد لله. وهذا اللي نتمناه احنا. نعم. نعم. بالنسبه للتواصل ايضا، انا بدايه ترشحي للمجلس البلدي قمت بانشاء موقع الكتروني. الموقع هذا يحدث كل اسبوع، بامكان الناخب انه يطلع على جميع صور المشاريع التي تنفذ في الدائره. ايضا بامكان انه يطلع على جميع المخاطبات اللي تمت بين العضو وبين نعم. الجهات الرسميه. بالإضافة إلى تواجدي في حساب في تويتر وفي الفيسبوك. نعم محمد، أنا دائما في سؤال أسأله أعضاء المجلس البلدي. طبعا كل واحد لما يرشح نفسه للانتخاب يكون له عدة أهداف. نعم، برنامج الانتخاب. فودي أعرف برنامجك الانتخابي كم إلى الآن، يعني نقول
أنجزت منه كم في المئة؟ كم نسبة؟ والله البرنامج الحمد لله والله الحمد يعني توفيق من الله وتوفيق وجهود من 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 الإخوان في الجهات الحكومية. الصراحة ما نروح مكان إحنا إلا نلقى تجاوب من كل الجهات، سواء بلدية الخور وخيرة أو هيئة الأشغال العامة أو التخطيط العمراني، فكل الجهات هذه قاعدة تدعمنا إحنا كأعضاء لإنجاز مشاريعنا. بالنسبة للبرنامج الانتخابي تقريبا يعني بدون مبالغ يمكن أكثر من 70% الحمد لله رب العالمين تم إنجازه في خلال السنة الأولى. تستاهل. بعد كذا إن شاء الله راح أفضى لأشياء ثانوية أخرى، يعني الأشياء الرئيسية ولله الحمد الحين عندنا إن شاء الله محطة وقود حاليا هي في الطرح للتنفيذ، ايضا عندنا جمعيه للميره وهذا طبعا كان من ضمن برنامج الانتخابي. الله بالكورنيش. اي نعم. والكورنيش ان شاء الله جايكم. جمعيه الميره ان شاء الله حاليا هي تم انتهاء التصميم المبدئي وراح يبتدون ان شاء الله في التصميم التفصيلي للجمعيه هذه. نعم. ايضا مثل ما ذكرت في بدايه الحديث هناك بنيه تحتيه متكامله، وهذا صراحه راح يوفر على الناس عدم وجود اي حفريات بعد الانتهاء من هذا المشروع، يعني الناس ان شاء الله ما راح يشوفون اي حفريات في المنطقه باذن الله. ان شاء الله ما راح يكون هناك اي تقصير، بالعكس. واحنا ايضا من خلال قناه الريان نشكر كل الجهات اللي تتعاون سواء مع المجلس البلدي او مع كل مؤسسات الدوله، لان كلنا مصبنا واحد هو تحقيق رؤيه سيدي سمو الامير والنهوض بهذا البلد الى اعلى المستويات، او نقول يعني هم ما قصروا اللي سبقونا بهذا الشيء، ولكن احنا نكمل يعني ما وقفوا عنده. واتمنى لكم يعني التوفيق بهذا الشيء. لكن ودي ايضا نعرف، معلش اسمح لي مبارك، ودي نعرف يعني اهم المشاريع المستقبليه اللي راح تكون. احنا عرفنا محطه بترول وقود، ودنا نعرف ايش الاهم المشاريع بالنسبه لدائرتكم. أيوة. ان شاء الله احنا الحين حاليا تونا انجزنا مسارات للدرجات الهوائيه والمشاة في مدينه الخيره. تم انشاء مسارين، الاول 3 كيلومتر والثاني كيلو ونص، وهذا طبعا يدخل في السلام المروريه ويوفر للناس اماكن للمشاة. ايضا ولله الحمد تم ترقيم المنازل في الخيره، تم ترقيم عدد 547 بيت. هناك ايضا 95 ان شاء الله جاي في الطريق، اللي هي البيوت الجديده اللي لسه مبنيه وما تم رصدها في البدايه. ايضا عندنا من المشاريع المستقبليه ان شاء الله واللي حاطين، احنا تقدمت انا بطلب ارض لانشاء سوق للخضروات والفواكه، لن يخدم فقط مدينه الخيره، سيخدم القطاع الشمالي بالكامل. شبره صغيره. شبره ان شاء الله على قد هل الخور والخيره. هذه راح تخدمهم ايضا، وراح تخدم مثل ما قلت انت المناطق، كذلك مرتادين البحر اللي راح ينزلون البحر مثل ما ذكرت من خلال المرسى اللي راح ينعمل ان شاء الله خلال الفتره الجايه مثل ما ذكرت، او اللي راح يتحمل 75 طراد ان شاء الله. ان شاء الله. في ايضا هناك تخصيص لارض لمجلس كبار السن، هاي طلبنا فيه بس ننتظر ان شاء الله الموافقات الرسميه. عندنا بعد الله يسلمك خطه لتوسعه الحديقه الحاليه. الحديقه الحاليه صراحه جدا صغيره، مدينه صغيره في تزايد. بس حلوه يا مهندس حمد. والله حلوه. الله يسلمك. الله يسلمك. على الامكانيه اللي فيها ما شاء الله والالعاب اللي فيها صراحه حلوه. احنا نطلع نضاعف ان شاء الله بخمس اضعاف المساحه الحاليه ما شاء الله، على اساس ان نوفر مرافق اضافيه تستقطب الاطفال، تستقطب العوائل، وتكون شوي اكبر ويقدرون يحصلون اللي يطلعون له. في ايضا مقترح صراحه من احد الاخوان في المدينه بانشاء سوق للمواشي لاصحاب العزب، بحيث انه يخدم هل الشمال وهل العزب، ويكون الاستفاده من الطرفين، للمواطن اللي رايح يشتري المواشي. نعم. وللصاحب العزبه. صح. انه يبيع ويكون مكان متوفر له ان شاء الله. يعني مثل ما تكون في كبره للخضره ايضا يكون هناك مثلا نقول كبره لسوق الغنم والاعلاف والاشياء. نعم. اللي تخص بها ان شاء الله. ان شاء الله. مهندس حمد، انت تشوف ان دائرتك يعني الحمد لله اخذت حقها؟ والله في الاهتمام الدائرة خذت حقها لما يكون الكل راضي، لما كل أهالي المنطقة يكونوا راضيين عن منطقتهم، وتتوفر جميع المرافق والخدمات هنا إن شاء الله إحنا بنكون راضيين عن المقعد. لكن إحنا بعد ما نبخص حق الناس اللي اشتغلوا والجهود اللي اشتغلت في خلال الفترة السابقة. نعم. من جميع الجهات اللي ذكرت، وخصوصا بلدية الخور والخيرة وهيئة الأشغال العامة. نتمنى. نعم. إحنا إن شاء الله إن تاخذون حقكم وزياده، والله يوفقكم، وانتم كلكم ترى تسعون في الاخير مهندس حمد حقنا.
بلادنا إن شاء الله. أكيد أكيد، وإحنا صراحة الشيء الإيجابي إن إحنا نشوف دعم من الكل صراحة، ونشوف هناك الشباب الإلكتروني اللي موجودين في هذه الجهات حابين إنهم يسوون شيء حق بلادهم. نعم هذا واجبنا واجبهم، ونتمنى أنه يكون منا نبذل أيضا المزيد والمزيد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الله يجزاك خير. المهندس حمد لحدان المهندي، نتمنى إن شاء الله أن نشوفك مرات جاية وتقول خلاص الحمد لله اكتفينا إحنا. الله يوفقكم ونشكرك على وجودك ويانا وسعة صدرك. الله يخليك الله يسلمك ما قصرته، ومثل ما ذكرت في البداية أنا أشكركم الصراحة على تواجدكم، قناة وطنية تتواجد معنا في المجلس البلدي، وهذا شيء نفتخر فيه ونعتز فيه. هذا واجبنا سواء مع المجلس البلدي أو مع كل مؤسسات الدولة، لأن كلنا هدفنا واحد والمصب واحد. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نستضيف المحامي يوسف أحمد الزمان اللي راح يكلمنا عن حقوق العمال، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا، خطت قطر خطوات كبيرة في مجال احترام حقوق العمالة الوافدة، فالقانون القطري يكفل حماية حقوق العمالة الوافدة ويصونها. وللاطلاع مشاهدينا الكرام على أبرز التشريعات القطرية الخاصة بحقوق العمال في دولة قطر، نستضيف المحامي يوسف أحمد الزمان اللي راح يكلمنا عن هذه التشريعات بشكل مفصل. حياك الله معنا في برنامج ترحيب. عم يوسف الله يمسيك بالخير وسعة البركة. طبعا هذه حقوق العمال أتوقع أنها ما شاء الله يبي لها قانون ويبي لها وقت طويل، لكن احنا نبي اختصار وشيء بسيط عن قانون العمال إن شاء الله. هو بالنسبة لقانون العمل، دولة قطر منذ العام 1962 عرفت قانون العمل وعرفت أيضا قضاء العمل، يعني تعتبر دولة قطر ثاني دولة عربية وجد فيها تشريع عمالي وقضاء عمالي، وكل هذا طبعا بقصد حماية حقوق العامل، لأن العامل يعتبر في عقد العمل هو الطرف الضعيف اللي لابد من توفير الحماية له. كما أن دولة قطر أيضا يعني شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية ووقعت اتفاقيات عمل دولية اللي من ضمنها حقوق العمال، واللي من ضمنها تدريب العمال، واللي سواء تشغيل النساء أو تشغيل الأحداث أو ما إلى ذلك. خطت دولة قطر مؤخرا في السنوات الأخيرة خطوة ممتازة بصدور تشريع قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. هذا القانون جاء متكامل، حدد فيه كل الأمور المتعلقة بعقد العمل، لا سيما ركز على حقوق العمال. أيضا لا ننسى أن في الفترة الأخيرة أصبح قانون العمل أيضا يطبق على شريحة واسعة من العمال أو الموظفين القطريين اللي يعملون في القطاع الخاص. نعم أصبح أيضا هذه يعني يعتبر قانون مهم. نعم بالإضافة طبعا إلى الوافدين اللي هم يشكلون نسبة عالية من العمالة في الدولة، سواء في قطاع المؤسسات العامة أو في الشركات أو في البنوك أو في المشاريع الاقتصادية وما إلى ذلك. فاستلزم الأمر إذن وضع قانون. لو يأننا نستعرض هذا القانون، قانون العمل 14-2004، وجدنا أنه هو اهتم جدا بأن لابد أن يكون العقد العمل مكتوب ما بين العامل وما بين جهة العمل، أيضا لابد أن يكون في هناك إشراف من قبل إدارة العمل على هذا العقد، بحيث أن يعني إدارة العمل الآن أوجدت نموذج لعقد العمل بين العامل وبين العامل وبين المؤسسة وبين رب العمل، تودع نسخة أيضا لدى إدارة العمل عن كل علاقة عمل في الدولة يكون مثلا مصدرها وأساسها عقد العمل، وهذا العقد يكون موضح فيه أيضا حقوق العامل نفسه. أكيد أكيد بشكل مفصل. أكيد حتى لو خلى هذا العقد مثلا من 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 بعض الحقوق يكملها قانون العمل. نعم. طبعا عقد العمل ينص على المدة وعلى الأجر وعلى المكافآت وعلى الترقيات وعلى العلاوات، كل هذه الأشياء في حالة ما إذا خلى عقد العمل يكمله
قانون العمل. كذلك فيه حقوق وواجبات مترتبة على أصحاب العمل يعني يعني وكذلك على العامل نفسه. نعم. احنا ودنا نعرف هذه الواجبات. نعم. شوف طال عمرك بالنسبة ل يعني قانون العمل أول شيء أوجب على العامل عدة التزامات. يعني احنا بعد ما ننسى أيضا بعد العامل كما أن له حقوق عليه واجبات. علي واجبات. نعم. يعني من واجباته أنه يخلص في أداء العمل ويؤدي العمل بإتقان، عليه أن يلتزم بالدوام في ساعات العمل، عليه أن يحافظ على أسرار المهنة اللي يمتهنها، عليه أن يحترم أيضا صاحب العمل. نعم. ويقدر له هذا الولاء. كل هذه الأمور أيضا من واجبات العامل. التزامات رب العمل أن يسلم العامل المهنة أو العامل اللي اتفق بشأنه. نعم. أن يعطيه الأجر ولا يبخسه أجره. نعم. أن يعطيه إجازاته، أن يعطيه حقوقه كاملة. ويعني أنا في اعتقادي الخاص أن يجب من الطرفين أن ينفذون هذا العقد بحسن نية. نعم. سواء من جهة العامل أو من جهة رب العمل. رب العمل عليه أن يفي بالتزاماته تجاه العامل. نعم. وأيضا العامل عليه بالمقابل أن يفي بالتزاماته. يعني ما ننظر إلى جانب ونهمل الجانب الآخر، لأن الطرفين عليهم التزامات، كل واحد عليه التزام ولا واجب تجاه الآخر. ما نلتزم بالعقد بعد شلون القانون القطري يصون حقوق العمال، هاي اللي يعني احنا نبي نعرف. نعم. القانون القطري واضح وصريح، عدد بشكل يعني واضح حقوق هذا العامل. أول شيء طال عمرك في حالة ما إذا حصل مثلا نزاع لا سمح الله ما بين العامل وما بين رب العمل، أتاح للعامل أن يلجأ للقضاء. نعم. ويرفع قضية دون أن يكلف بدفع رسوم. يعني بالنسبة للعامل عندما يلجأ إلى القضاء لا توجد هناك رسوم قضائية، كما وأن القانون أشار وطلب من السادة القضاء أن هم يفصلون في دعاوى العمال يعني بصورة مستعجلة، بحيث أن القضية لا تخضع لتأجيلات علشان العامل ما يتضرر وياخذ حقه. بالإضافة لذلك أيضا إدارة العمل رسمت طريق أن قبل اللجوء للمحاكم أن ممكن إدارة العمل تحل هذه المسألة بدل ما يلجؤون إلى القضاء. من ناحية أخرى لوين الحقوق للعامل من ناحية الإجازات، نجد أن قانون العمل أوجب على رب العمل أن يعطي العامل مكافأة نهاية الخدمة. هذه أصبحت الآن في القانون القطري الجديد ملزم فيها رب العمل، بينما كانت في القانون السابق على ما أذكر هي اختيارية حسب اتفاق الطرفين. أما الآن أصبحت ملزمة، يعني على رب العمل أن يعطي مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة 3 أسابيع أجر، تعتبر هي مكافأة نهاية الخدمة. بالنسبة للإجازات أيضا أوجب على رب العمل أن يعطي العامل إجازة بمرتب 3 أسابيع بكل عام. أيضا هناك إجازة عيد الفطر 3 أيام، إجازة عيد الأضحى 3 أيام، أيضا عطاء إجازة اليوم الوطني يوم واحد. نعم. بعد بالإضافة لذلك لا في الشهر 3 أيام إجازة اعتيادية. يعني جملة. نعم. من الحقوق هذه أصبحت حق للعامل، طبعا علاوة على الترقيات اللي تيله، علاوة على العلاج، على إجازات العمل. أيضا القانون لم يهمل مسألة توفير السكن المناسب خصوصا للعمالة الوافدة. نعم. وتوفير العلاج المناسب لهم. القانون أوجب أيضا إذا زاد عدد العمال عند رب العمل عن 30 أو 50 عليه أن يحط لهم مثلا صندوق إسعاف، يحط لهم ممرض في مكان العمل، السكن نفسه، السكن إذا زادوا بعد عن 500 عامل يوفر لهم طبيب. يعني كل هذه الأشياء موجودة في قانون العمل. طيب إيش اللي ممكن أنه يعني تكون من حقوق العمال ويحرمون قد يحرمون منها بدون معرفة أصحاب العمل نفسهم أو الناس نفسهم؟ والله يا طويل العمر من خلال يعني رصدنا للقضايا اللي في المحاكم نجد أن معظم الخلافات اللي تحصل ما بين العمال وأرباب العمل هي تكون على الأجر.
على الرواتب أكثرها. نعم، التخلف في سداد الرواتب. الشركة مثلا تمر بضائقة مالية نتيجة عندها مثلا فلوس في الخارج وما أخذت، ثم هذه تأثر على العمال. بس احنا ناشط طبعا أرباب العمل مهما كانت هذه الظروف، عليكم يعني رعاية هؤلاء العمال اللي مثلا رواتبهم ما تتجاوز احيانا 1500 ولا 2000 ريال ولا شيء. كل هذه الامور يجب ان ايش تتدبر. بس بالمقابل بعد في بعض العمال يستغلون مثلا هذه الجوانب ويرفعون قضايا كيديه مثلا على ارباب العمل باهداف يعني مختلفه. قد يكون بينهم سوء تفاهم، قد يكون شيء شخصي ويطلب اشياء يعني مو من حقه أن يطلبها، بس بقصد أنه هو يعني يكيد لرب العمل ومن باب العنت ومن باب اللدد في الخصومة. البعض، أنا ما أقول كلهم، بعض العمال. أرجع وأقول أنه يعني يتعين على الطرفين أنهم ينفذون عقد العمل بحسن نية. عندما يأخذ العامل حقه كاملا، هذه طبعا لمصلحة رب العمل، لأن العامل لما يأخذ حقه كاملا بينتج أحسن، بيشتغل أحسن. رب العمل بالمقابل بعد إذا أعطى العامل يعني حقوق كاملة، أو العامل بعد لو خذ يعني عملية متبادلة يستفيد منها الطرفين. حتى لو اقتدينا بديننا الحنيف ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف لما قال أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حتى ممكن يعني طبعا يعني هاي ضروري بالنسبة للأخ، أهم شيء الأجر. فلو رجعنا للقضايا مثل ما قلت طال عمرك، أن يعني القضايا تركز في هذه الأمور، بالإضافة إلى بعد أحيانا عدم توفير المسكن المناسب، أو مثلا العامل أجل للبلد وحضر وما لقى الوظيفة أو العمل اللي اتفق عليه. أهمية هذه الحقوق هذه حامي يوسف، يعني حق العمال، العمالة اجتماعيا وقانونيا. نعم طال عمرك. بالنسبة يعني مثل ما ذكرت سابقا، أن الآن في قضايا كثيرة أيضا بحكم أن قانون العمل ينطبق على موظفين قطريين، وبعدين ينطبق على يعني درجات عليا من الموظفين اللي يعملون طبعا في البنوك، اللي يعملون في شركات التأمين قطريين، ينطبق قانون العمل عليهم. صح. لأن قانون العمل، قانون إدارة الموارد البشرية، ينطبق فقط على الموظفين في الدولة، بينما قانون العمل ينطبق على القطاع الخاص كله أو الشركات. نجد مثلا أن قانون العمل لما يكتب عقد عمل ما بين جهة العمل كبنك أو شركة تأمين وما بين هذا الموظف القطري الشاب، دائما يقرن في عقد العمل في شرط، وهذا أيضا موجود في القانون، أن يستطيع رب العمل أن ينهي العقد أو الطرف في أي وقت دون إبداء أسباب. للأسف الشديد يعني الملاحظ أن في بعض أرباب العمل يسيئون استعمال هذا الحق. صحيح أن القانون أو المشرع أعطى الحق أو العقد للطرفين أن يهون عقد العمل، بس لابد أن تكون هناك أسباب. صح. وعدم إساءة استعمال هذا الحق. الحاصل في بعض القضايا أن بعض الشباب مثلا لما يلتحق بعمل يأخذ له راتب 30,000 40,000 سواء في بنك أو في شركة تأمين، يفاجأ بعد شهرين أو ثلاث أو أربع أن مثلا صاحب البنك، مدير البنك أو شركة التأمين، نعم، فصلت هذا العامل القطري في الوقت اللي يكون هو فيه رتب أموره، تزوج، أخذ قرض من البنك، اشترى سيارة. نعم. على أساس هذا الراتب اجتماعيا. فأنت لما تيجي تنهي عقده وتستند إلى النص القانوني اللي عندك أو النص اللي في 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 هذه، هني أنت يعني أسأت أو تعسفت في استعمال حقك. لا سيما طال عمرك إذا أنت بعد هذه الوظيفة مثلا جبت واحد بديل. نعم. متى ما تكون متعسف؟ تكون متعسف عندما فعلا تكون هذه الوظيفة مثلا ما لها داعي، أو أن تبي تعدل أنت أمور الشركة من الناحية المالية. نعم. أو تبي توفر أو شيء. إحنا كذلك ودنا أن نعرف أستاذ يوسف بالنسبة للعامل كيف يعرف حقوقه ويحافظ عليها. العامل طبعا يعرف حقوقه أول شيء من خلال العقد، لأن القانون فرض على أن تكون عنده نسخة من هذا العقد.
هذا العقد مثل ما تكرر كل عقد ثلاث نسخ. ثلاث نسخ نعم، نسخه للعامل ونسخه لرب العمل ونسخه في اداره العمل. اداره العمل العقد موجود فيه طال عمرك حقوقه، ايضا عليه انه هو يروح يطلع على في اداره العمل لو حبنا يستفسر عن شيء. بالاضافه الى ذلك ان القانون فرض على الشركات اللي عندها اكثر من 15 او 30 عامل ان تحط لوحه تبين فيه مثلا حقوق العمال، وتبين فيه ايضا لائحة الجزاءات في حالة ما إذا خالف العامل تعليمات أو إذا ما خالف القيام بالوظيفة، في لائحة جزاءات تفرض على العامل بحيث أنه يتنبه لما يقرأ الجزاءات، بحيث أنه يقوم سلوكه أثناء العمل لتفادي الوقوع في هذه المخالفات. إذن هناك عدة وسائل ممكن العامل يعرف من خلالها حقوقه. أنا الملاحظ طال عمرك أن هناك يشاع طبعا لدى كثير من الناس أن والله في هضم حقوق للعمالة في الدول الخليج أو في قطر أو شيء، وهذا غير صحيح. يعني إذا كانت في حالات فردية هذا ليس بالعموم، بالعكس في عمالة موجودة عندنا في قطر صار لها 20 و25 سنة وموجودين ويأخذون حقوقهم أبدا، وما ودهم أيضا يسافرون. في بعضهم نعم. حبنا يستقر في نعم. في نعم. البلد. ليش؟ لأنه يأخذ حقه كاملا. بالإضافة إلى طال عمرك أنه يلاقي الرعاية، يلاقي العلاج، يلاقي حتى في سلمك الله عندنا مثلا الخدم في المنازل وكذا، ان قانون العمل ما يسري عليهم لكن يلاقون كل الرعايه وكل في اشاعات كثيره مغرضه تقول لا والله العمال ما ياخذون حقوقهم. بالعكس انا اشوف ان العامل الاجنبي الوافد في قطر بالذات يتمتع بكافه الحقوق. نعم هناك ناس قد ارباب عمل أنا أقول لك سيئين، وهي ما تخلو المجتمعات كلها فيها الزين والشين، لكن الصفة العامة الحين إذا وصل للسن القانوني وخلاص قالوا له يعني هاي السن ايه نعم. وبتروح ايه والله تشوف شلون يعني صحيح. نعم. يصيح نعم. يقول والله أنا ما ودي أفارق هالبلاد. هذا دليل إيش طال عمرك؟ دليل إنه محبته في البلد وأيضا يأخذ حقوقه ويعرف طريقه. وتشوف طال عمرك القضايا أيضا في المحاكم العمال وأرباب العمل تنظر يعني قضاياهم بمنتهى الحيدة وبمنتهى النزاهة وبمنتهى الاستقلال. صحيح. ما نقول إنه والله عشان قضاء قطري بيروح يميل مع رب العمل القطري أو شيء، لا أبدا، يأخذ حقه كاملة. ولا حق الطعن أيضا على هذا الحكم لما يصدر، إذا ما عجب العامل هذا الحكم يطعن بالاستئناف، يطعن بالتمييز، وكل هذه الأمور بالمجان، يعني ما في رسوم قضائية عليه على الأطلاق. يعني على العامل ما يأخذ أي رسوم قضائية أبدا. هذا ايضا يعني طبعا فتح الباب امام عشان ياخذ حقه يعني في صالحهم، ويعني نعم. هذا ايضا حق لهم اكيد، وشيء جميل جدا من نعم. هذا يعني من هذا القضاء انه ما حتى ياخذ عليهم رسوم، لانهم عارف وضعهم، ما لجؤوا للمحكمه الا بسبب تاخير اجور او ما شابه نعم. ذلك دون وضع اي عراقيل نعم. يعني الباب امامهم مفتوح دون وضع اي عراقيل لهم باللجوء للقضاء واقتضاء ما لهم من حق. نعم. المحامي يوسف أحمد زمان مشكور، بيض الله وياكم، ما قصرت، وحنا نشكرك على وجودك وطبعا تنويرنا على هالقانون، وكل ما نتعلم احنا ونستفيد ونرحب بك، وان شاء الله نشوفك المرات الجايه. انا كان بودي طال عمرك ايضا يعني نتكلم شوي عن مساله قانون العمل فيما يتعلق بالقطريين. نعم. الشباب القطريين الان احنا يعني الله يطول عمرك نبي حق الشباب القطريين ونبي حق الموظفين ونبي اشياء ثانيه، لكن لازم توعدنا الايام الجايه لان عمرك. احنا ما لنبد منك ولا من القانون القطري علشان الكل يستفيد ان شاء الله. نعم ان شاء الله. الساعه المباركه الله يبارك فيكم. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكرام احنا متواصلين معكم، بعد الفاصل راح يكون معنا السيد حمد بن مبارك الشافي، وبنتكلم عن مباراة امس اللي كانت بين حامل اللقب الخويا والمتصدر حاليا لبطولة الدوري نادي الريان. انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا، ونشوف الحين تقرير عن المباراة اللي جمعت أمس فريق الرهيب والأخوية في إطار قمة بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم.
في إطار قمة بطولة دور نجوم قطر لكرة القدم أقيمت على ملعب أحمد بن علي في أم الأفاعي المباراة المنتظرة التي جمعت فريقي الريان والأخوية. تمكن فريق الريان في الدقائق الأولى من المباراة من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب تباتا من خلال ضربة ركنية سكنت شباك المرمى، ثم توالت الهجمات والفرص لمصلحة فريق الأخوية محاولا إدراك التعادل، لكن الريان تمكن من إنهاء الشوط الأول محافظا على تقدمه. بعد صافرة الشوط الثاني بثلاث دقائق فقط استطاع الأخوية إحراز التعادل عن طريق اللاعب سباستيان، غير أن فريق الريان عاد ليتقدم بهدف في الدقيقة 50 وذلك من خطأ دفاعي من فريق الأخوية. وعلى الرغم من محاولات فريق الأخوية المتعددة لإحراز التعادل إلا أن الريان تمكن في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من تسجيل الهدف الثالث لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدف. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الريان إلى 9 نقاط من 3 مباريات ليصبح في القمة حاليا، وذلك بفارق الأهداف عن فريق السد، فيما يبقى في رصيد فريق الأخوية 3 نقاط. الحمد لله الفوز جاء في وقته قبل التوقف، بيعطينا دفعة معنوية إن شاء الله لاستمرار المنافسة على الدوري. أعتقد هدفنا الدوري هالسنة، ونشكر الجمهور على حضورهم اليوم. مستعدين الأخوية، مستعدين احنا نمشي الدوري مباراة ومباراة. الحمد لله هاي فريق الريان من مباراة لمباراة نقدم الأفضل. أعتقد فوز في وقت مهم، وإن شاء الله بعد 20 يوم إن شاء الله لنا موعد إن شاء الله. Was very difficult match. In the first half we didn't play good, but in the second Ryan play as we can play, and I think we play better than La Jolla, and we deserve to win this match. طبعا شفنا هذا التقرير اللي جمع اللي كان من خلال مباراة الخوية والريان، وكلنا نعرف أمس بأن حقق كل من السد والريان الانتصار الثالث على التوالي في دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوز السد على مصلال 2-0 وفوز الريان على الخوية المدافع عن اللقب 3-1. للتعليق على الجولة الثالثة وما سبقها معانا في الاستوديو حمد مبارك الشافي أحد مؤسسين شبكة الرهيب. يا مرحبا مبارك والسهل مباركة. أنت مؤسس وأنت لاعب وأنت حارس وأنت الكل في الكل في الرهيب. هو حاليا مؤسس شبكة الرهيب بالأكثر والأقل ومن محبي النادي الريان. السهل مباركة الله يبارك فيكم وشاكر لكم استضافتي الثانية عندكم. طبعا ثالث مباراة الله يوفقكم وفزتوا الحمد لله، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد والحمد لله. بس قل ما شاء الله قل ما شاء الله، لكن إحنا نقول إن شاء الله تتمون على هالمستوى وأعلى. نتمنى ذلك، ما نبي حد يخف لأن المشوار طويل. نتمنى ذلك والله يوفقكم إن شاء الله. أنا من 3 أسابيع كان مع أخوي أحمد عيدة كنت ضيف عنده، قلت له أنا أفضل فريقين كاستعدادهم الريان والسد، بحكم أن السد عسكر في أبوظبي نفس جو الدوحة، الريان مثل الفريق نفس المدرب نفس اللاعبين المحترفين زيادة عن المار. بس ف بالفعل الريان والسد هذا الموسم اتوقع انهم انا متاكد ان الدوري ما راح يطلع منهم مثل. لا الريان والسد يا حمد بعدين لا تنسى الله يطول عمرك الوكره ترى جاي على نار هاديه ما شاء الله الله يوفقهم. الحين فايزينهم مباراتين واليوم ان شاء الله ما يندربهم، يعني الله يوفق الفريقين ان شاء الله. الله يوفق جميع الفرق، لكن انا اكلمك كاستعداد. احنا نقول اهم شيء الصمله. أهم شيء الصملة، الدوري بلا صملة بلا نفس مثل ما قال سالم العلي في الجريدة اليوم. وأنت ذكرت أيضا استعداد بالنسبة للريان والسد، وكذلك أنت شاهدت الجولة الأولى والثانية وشفت خلينا نقول بعض الفرق اللي شاركت في الجولة الثالثة اللي أمس. أبي رأيك بالنسبة للفرق كلها من خلال مشاهدتك للجولة الثانية وجزء من الجولة الثالثة، رأيك في الفرق اللي مشاركة في الدوري ومستوياتها؟ طبعا الارقام كلها تروح تصب كلها مصلحه نادي الريان، يعني بغض النظر اني رياني ومتعصب رياني، لا 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 اقوى خط هجوم الريان ومتصدر الدوري حاليا فرق الهدف عن السد. الوكره عندهم دفاع ما شاء الله لا اله الا الله، يعني للحين ولا هدف عليه. السد هجومه ناري، فاتوقع انها الثلاثه حاليا نقدر نتكلم عليهم.
أما الفرق الباقية مثل ما قال ناصر الدوري يبي له نفس تو الناس عليه. وإن شاء الله إن شاء الله. بس حاليا عندنا هذه الفرق الثانية. حتى الموسم اللي فاتت مباراة كان فيه فرق أبو مبارك متأخرة وفي الأخير ونافست على الدوري. هذا كان الوكرة. لا الوكرة كان متأخر في القسم الأول الموسم الماضي، كان متأخر في القسم الأول. القسم الثاني بدأ يرجع منه بس إنه يبتعد عن المؤخرة ووصل مربع الذهبي ونافس على دخول مربع الذهبي. لكن إحنا نتكلم الدوري إذا حد يبيه هذا يبي له صملة، صعب إن تحكم عليه من أول أسبوع أو حتى إن شاء الله من القسم الأول كامل. يعني شفنا مباراة من سنتين الريان والغرافة، موضع الدوري الاخر قبل نهايه الموسم بثلاث اسابيع ضاع من الريان، فالدوري يبي له صمله. الدوري تبون الناس عليه. مباراه امس بمبارك الريان والاخويه كلمنا عنها. والله امس مباراه كنت على حسابي، نعم الاخويه كان فريق افضل من الريان وماسك الكره اكثر لكن كره القدم احسبها بالارقام. الريان قدر يفوز بالثلاثه بحضور جماهيري، الحمد لله الجمهور ريان بدا يرجع المدرجات، وهذا احنا محتاجينه. احنا كجمهور ريان محتاجين الجمهور. والله هذه اللي احنا نتمناه كلنا، احنا نتمنى ونتمنى بعد الجمهور العربي يرجع. انا اوكي اتمنى الجمهور العربي ينافس، بس عشان الجمهور العربي. يعني احنا كجماهير قطري مفتقدين شيء اسمه الجمهور العربي. احنا جاتنا السنين افتقدنا هالجمهور بشكل مو طبيعي. امس جمهور ريان اقول لهم بيض الوجوه ما قصروا، حضروا باعداد كبيره مع ان احنا تونا في ثالث اسبوع، بس حضروا باعداد كبيره. الاخويه كان افضل في الريان من الريان في كل الامور، في التسديدات، في استحواذ على الكوره. لكن هذه كره قدم يبلها ارقام، اللي يسجل يفوز. يعني نقول الحظ لعب مع الريان امس. جدا الحظ لعب، اقول لك يا من الاخير الحظ. حتى حارسنا عمر باري كان نجم المباراه وكان هو اللي فاز برجل جائزه رجل المباراه. بس ايضا ما ننسى في الشوط الثاني ضغط الشوط الثاني يعني. نعم احنا ضغطنا واستلمنا الكوره، بس بعد الاخويا كان مستلمين الكوره اكثر من الريان الشوط الثاني. لكن اللي ميز الريان امس اللعب الجماعي. الريان هذا الموسم عندهم نعم. لعب جماعي، يعني لو استقرار ايضا في الفريق عكس الاخويا امس كان لعبهم كله فردي، كل العابهم فرديه امس. يلا كم لعبه يعني نقول الريان ساعد الاستقرار الفني. اي اكيد الاستقرار الفني هذا 90% من انجازات الفريق او فوز الفريق. اثر على الاخويا وحمد؟ لا ما اعتقد انه اثر على الاخويا. ما اثر لا ما اثر. الاخويا ما يتاثر بلاعب. اتكلم عن نادي الاخويا بطل الدوري موسمين ورا بعض. صح يعني ما راح يتاثر بلاعب، حتى لو انطرد من اثنين ما راح يتاثر. انت شفت بعينك يعني حتى بعد الطرد كان بعد الاخويا ضاغط، كان يهدد مرمى الريان، كان يقدر يسجل. بس حمد ما تلاحظ ان مستوى الاخويا طبعا حامل اللقب نزل مستواه هذه السنه في هذه الجولات؟ أكيد ما فاز الا في مباراه واحده. انا اتوقع ان غلطه الاخويا يعني ايش السبب؟ اتوقع غلطه الاخويا ايش السبب اللي خلى الاستغناء عن كوني محمد رزاق. محمد رزاق وكوني اتوقع هذه غلطه الاخويا انك يعني تبعد عن الفريق اثنين اللي هم وزنهم. محمد رزاق كان منافس على هداف الدوري الموسم قبل الماضي، لاعب منتخب قطر، وكونيه ما شاء الله يعني كان ينافس. الفريق ما يوقف على لاعب يا حمد. لا يعني في فرق الريان يوقف على تباته. طيب مش دائما بس يوقف على تباته. هو رقم واحد في الريان. كونيه في اول موسم له خذ جائزه افضل لاعب في الدوري. الريان في مباريات ما لعب معهم تباته وكذلك فازوا فيها في الدوري السنه اللي فاتت. هذه يحكمها لو الريان حاليا الحين بيلعب لك مع يعني ما احترام جميع الفرق مع فرق مؤخره وغاب تباته ما راح ياثر فينا هالشيء. لكن لما تلعب مع الاخويه مع السد مع الغرافه تباته مش موجود لا طبعا شيء بياثر اكيد. زين ايضا اخويا لما راح منه محمد رزاق وكوني ايضا جاب لعيبه على مستوى عالي مثل مستوى عالي بس مش مثل كوني ورزاق. انت طلعت لاعبين اثنين منسجمين وجاهزين. يعني نقول انسجام او فريق خذ الدوري سنتين واربع صح تغير فيه ليه؟ والله المفروض يعني يتمون جد يعني فريق كمان ما تدري يعني خذ الدوري سنتين واربع تغير اللاعبين لك ليه؟ اتوقع ان هذه غلطه الاخويا بس. زين احنا لاحظنا ايضا من بدايه الدوري هذه السنه عوده نقول الفرق الجماهيريه مثل السد والريان الى المقدمه. يعني انا اللي ابقي اقول لك هل تتوقع ان الاثنين هذول هم اللي يوصلون لمنصات التتويج ولا ممكن انه يكون فيه مثلا نقول تغيير مراكز في المستقبل؟ والله مثل ما قال ناصر قال الدوري طويل بس انا قلت له الدوري السنه هذه ما راح يطلع من الريان او السد. يعني واحد من الاثنين راح ياخذ الدوري مع احترام الجميع الفرق. لكن كارقام بدايه الدوري كاستعداد من قبل ما يبدا الدوري وكاس الشيخ جاسم وعلى فكره حتى نهائي كاس الشيخ جاسم اول مره من سنين يعني يلعبوا النهائي بين الريان نفس الفريقين يعني لا الفريق الاساسي. انت يعني الفرق هاي لعبت فريق اساسي عكس الموسم اللي قبل نهائي كاس الشيخ جاسم كانوا يلعبون بفرق الرديف الا هالمباراه.
يعني تحس انهم ابتدوا يحضرون للدوري من, من 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 اول بطوله بكل قوتهم. لا يعني ما تتكلم عن انديه عاديه، الريان والسد يعني جماهيريتهم في الدوحه ما شاء الله لا اله الا الله، يعني السد بيجيك مرتبه الثالثه جماهيريا بعد الريان والعربي. ف وجود الريان والسد في المقدمه هذه بحد ذاته اضافه للدوري. زين، ودنا ايضا نعرف من اللي راح تتوقع انه ياخذ، طبعا الطريق طويل طويل صح، وانت تقريبا نقول من ثالث جوله تقدر انك نقول انك شفت كل المستويات الفرق وعرفت مستوياته. انا بقول لك اللي انت تبيه واللي يبي حمد الريان. انا ابغى كل انديه قطر، لكن انا اقول لك الزعيم موجود، النواخذه موجودين، فريق الاحلام موجود، الغرافه موجود، نسر رهيب، كل ما قال الرهيب لاحظ، لا قلت له الريان بيفوز، قلت انت حمد، لكن كل الفرق موجوده، لكن بالعكس. الرد يا حمد، واحنا نقول يا ابو مبارك الدوري هالسنه غير، نقول احنا تبي صمله صح، هاي صمله بالعكس يا ابو مبارك، احنا نتمنى كل الفرق القطريه هنا نتمنى لها التوفيق تفوز، وبالعكس اذا يطلع مستوى كل الفرق القطريه هذا يساهم في الهدف الاساسي هو اللي ناقصه وجود مستوى العربي. المنتخب اللي ناقصه وجود العربي، بس هذا اللي ناقص الدوري الوحيد. يعني عندك من سنة 80 يمكن ناصر عشت قبل من سنة 80 إلى 90، يعني تخيل 10 سنين بس ثلاث فرق تأخذ الدوري، الريان السد والعربي بس. أمس ناس الشيف الثمانينات الغرفة كان موسم واحد. المطر أمس ياكم إيه جانا في الريان وشرد الجمهور ولا؟ لا بالعكس، يعني ما شاء الله، يعني حسب في البلاك بيري الشباب شو يقولون، يوم الجمعة يوم مبارك، ما شاء الله نزلت معاشات فاز الريان. يعني ما شاء الله، يعني امس كان اول مره كنت على اعصابي من سنين. زين حمد احنا كنا متوقعين ان المباراه بالذات مباراه مثل هذه يعني حامل اللقب والريان المتصدر ان يكون لها جمهور اكثر من الجمهور اللي شفناه امس. نقول ان المطر ايضا قلل من الحضور الجماهيري امس. هذا امر طبيعي، يعني لما تتكلم كعائله يتمنوا يطلعون برا، خصوصا يوم اجازه ما حد راح يجيك في المباراه، لكن جمهور الريان امس حضر بكثره مقارنة مع الظروف اللي قاعدة تصير الحين في يوم الجمعة، أمطار والجو حلو، ما حد راح يروح مباراة وراح يقعد في البيت، يعني بيطلعوا ما شاء الله للبر ولا البحر بيطلعون، لكن جمهور الريان سعيد. طبعا لا أخوي بدري لأنه يكون عنده جمهور، لا جمهور شوية جمهوره يعني، وبدري لأنه يكون عنده جمهور، فنخليه على صوب. لكن الريان لما تكلم عن جمهور الريان، لا جمهور الريان سحضر. زين ابو مبارك، يعني من خلال مباراة الأخوية والريان والثلاث أسابيع ذي اللي طافت، تشوف نجوم منتخبنا جاهزين ان شاء الله؟ لا ان شاء الله نتمنى موزة الجماهير ان شاء الله. مباراتنا ضد موكستان خلاص قربت، يعني 16/8 خلاص قربت، 16/9 16/10 خلاص، يعني ما عاد بقى شيء. ف والدوري الحين موقف، ما في اي نشاط رياضي نهائيا في كره القدم، ما عندك الا المنتخب، وكلها ثلاث مباريات بينك وبين البرازيل. انت شفت معي خلال الثلاث اسابيع، شفت لعيبتنا هم اللي اقصدهم انا لعيبتنا كلهم جاهزين، يعني كلهم جاهزين. ايش سبستيان امس سجل هدف، حامد اسماعيل سجل هدف امس وصلح الثانيه مع انه جاب خطا الدفاع، يعني كل نجومنا كانوا متالقين في الاسبوع الثاني. الاسبوع الاول اوكي ممكن نعذرهم، لكن الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث لا بدوا يعطونا، بدنا نشوفهم. فنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق مع المنتخب، طبعا المنتخب فوق الجميع المنتخب، فنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. رايك في مشاركتهم من خلال انديتهم؟ هل تشوف انهم خذوا حقهم المشاركه كلعيبه المنتخب ولا مش الجميع؟ ولا مش الجميع. انا قرأت تصريح لاتوري مدرب منتخب امس عن بعض اللاعبين اللي ما شاركوا موجودين، مع انه في تصريح له قبل كم يوم انه راضي عن مشاركه اللاعبين. اي لان شافهم كلهم اللاعبين الاساسيين. طبعا المدرب راح يتم اول شيء بال 11 لاعب اللي عنده، 11 لاعب كلهم يلعبون اساسيين في انديتهم. ابو مبارك، راؤول ناوي على الهداف، ايش رايك؟ والله اول شيء من يكون حمد عشان نتكلم عن راؤول. راؤول هذا يعني كفايه انه ملكي، جايك من نادي ملكي، نادي عالمي، وهداف الدوري الاسباني وهداف التاريخ الاسباني وهداف امم اوروبا. شوف الناس اللي يعني، فما اقدر اتكلم عن راؤول، ما اقدر، يعني كفايه الجول اللي صلحها امس، صراحه صلح له جول احلى من الجول اللي جابه. بالعكس هذه ريال مدريد، وهذه اللي يطلعونها ريال مدريد يا ناصر. كذلك احنا هو بيعود على ريال مدريد، هو علشان برشلونه اليوم راح تلعب ان شاء الله وبتفوز ان شاء الله يا ابو مبارك. اليوم مع اشبيليا، اليوم ان شاء الله بتفوز على اشبيليا اللي فازت على ريال مدريد ان شاء الله.
لا شوف لا خل عنك الانديه الثانيه، انت شوف بين ريال مدريد وبرشلونه. نعم. للحين ريال مدريد برشلونه للحين يعجز يقرب عند ريال مدريد يعجز. طيب انا ما ابغي طبعا ادخل معكم الخوض في ريال مدريد وبرشلونه، احنا خلونا في خلونا في انديتنا القطريه اللي منتخبنا يا ابو مبارك. هذا اهم شيء، هذا الاهم من انديتنا وانديه العالم كله، والاهم وجودك هني معانا وتشرف بينكم، ونتمنى احنا ان شاء الله ان شاء الله ان الله يوفق انديتنا كلها وناديكم ناديكم بعد نتمنى له ان شاء الله ما في شك نتمنى له ان الله يوفقه، لكن مثل ما قلنا احنا اهم شيء الصمله والله يوفقكم ان شاء الله، ولكل مجتهد نصيب واللي مكتوب ياخذها ان شاء الله الرهيب. الله كريم ان شاء الله يوفقنا كل التوفيق لكل الانديه القطريه، ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى ايضا لعيبه المنتخب. وانا متاكد ان الجمهور القطري ما هو في حاجة دعوة للمباراة القادمة إن شاء الله مع أوزباكستان اللي إن شاء الله نتمنى إن احنا نفوز فيها. مشاهدينا الكرام فاصل قصير لا تروحون بعيد، راجعين لكم. حياكم الله مشاهدينا اعلاميون واعدون، هو الشعار اللي رفعته وكاله الانباء القطريه خلال الدوره التدريبيه اللي نظمت من اجل الاطفال الناشئين بين سن ال11 وال15 عام. نعم ابو مبارك، وقد تركزت طبعا هذه الفتره التدريبيه على اساسا في مجال التحرير وصياغه النصوص والتقارير التلفزيونيه. المزيد حول هذه الدوره مشاهدينا الكرام نتعرف عليه من خلال هذا التقرير. هي دورة تقدمها وكالة الأنباء القطرية أو قناة الطفل بين قوسين اللي هي وكالة الأطفال المستحدثة هنا في دولة قطر، للفئة العمرية بين 11 و14 سنة، يعني من سن من الرابع ابتدائي لحد تقريبا أول ثانوي. تعلمهم أساسيات الكتابة الصحفية، أساسيات التحرير الصحفي، اختيار عنوان شيق للموضوع، كتابة تقرير، عمل مقابلات، يعني صحفي متكامل يكون متأسس. يعني ما احنا في خلال ثلاث أيام ما نقدر ان احنا نعطي كل المعلومات. الإعلام بحر كبير وفي تخصصات في الجامعة أيضا تدرس الإعلام، لكن هنحاول في هالثلاثة أيام أن نعطيه الأساسيات. إذا هو حب المجال، حب أنه يكون يدخل مجال الإعلام، عند المجال مفتوح. وإذا ما حب عنده تكون أساسيات الإعلام، خصوصا نحن محتاجين إعلاميين قطريين خصوصا الصحفيين. والله المستوى متفاوت، يعني في ناس ما شاء الله عليهم، يعني حتى لما نقول له يكتب خبر يروح يدخل النت ويجيب صور عن الخبر ويحط الخبر وينسق الخبر، هذا شيء مهم جدا. في بعضهم اللي يعتمد على الكلام اللي انا اقوله بالضبط حرفيا، وهذا ايضا شيء جيد. وفي منهم اللي قاعد يحاول انه يتعلم، لكن الحمد لله انا طلبت منهم ثلاث اعمال يعملونها اول يوم، والحمد لله الكل 20 طالب موجود حاليا عمل الثلاث واجبات المطلوبه منه بشكل جيد. استفدت من الدورة أني اكتشفت على الهرم المقلوب والهرم العادي، ويعني كيف نسوي مقالات إخبارية وإعلامية من كل يعني المقالات، واكتشفت أن قاعدة الفيوتشر والنص العادي. استفدت أنه كيف أوقف قدام الكاميرا، هو علمنا وعلمنا أنه يعني الواحد ما يخجل قدام الكاميرا، ونحكي بثقة ونعرف نتدرب وقت نحكي على التلفزيون. شو رايك ابو سلمين؟ اعلاميين واعدين من ال 11 لل 15 ما شاء الله يتدربون هذه المهنه، وما شاء الله من سن ال 11 لل 15 ايش بيطلعون لك ان شاء الله؟ ان شاء الله يطلعون مقدمين برامج في قناه الريان باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. ورؤساء تحرير نشوفهم ان شاء الله في الجرائد القطريه، ومذيعين في كل يعني
الإذاعات القطرية بإذن الله في المستقبل إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله والله يوفقهم. وننتقل الحين إلى علوم الريان ومعانا على الهاتف محمد بن بريك. والله يمسيك بالخير يا محمد. الله يمسيك بالنور والسرور أخوي ناصر، ومسي بالخير أيضا على ناصر بن سالمين. الله يعطيك العافية محمد، وبشرني وعطنا أخبار الهجن وعطنا الناموس اليوم حق من؟ أول شيء وبداية قبل علوم الهجن نقول مبروك عليك من الحياة جميعا، ومبروك عليك من المطر الله اللي هطلت على الشحانية، والله يعم بنفعه إن شاء الله وينفع به رجال البلاد إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله. بالنسبة لليوم كان عندنا 24 شوط مقسمة بين الفترتين الصباحية والمسائية. الفترة الصباحية كانت 14 شوط خاصة لأبناء القبائل. اللي أخذت الشوط الأول الرئيسي هي رمز مملوكة الرشيد بن حمد بن جبرين من أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة، مبارك لهم الفوز. الشوط الأول الرئيسي للزمول اللي فاز به ملول محمد بن علي بن سعود الاكتبي، نقول تهانينا والناموس الاكتبي. أفضل توقيت اليوم كان مع مهمة المملوكة صالح بن حمد القمرة بتوقيت زمني 8:21 وثمان أجزاء من الثانية. هذه أخواني أبرز معالم الفترة الصباحية لليوم ما شاء الله. محمد والمسائية؟ المسائية كانت تنافس قوي، كانت المنافسة على 11 شوط، كان الشعار العنابي حاضر الليلة بقوة. الشعار العنابي خذ الليلة 7 أشواط من 11 شوط، إذن كان له الليلة نصيب الأسد. الأشواط الرئيسية الليلة كانت مع الشحانية والواعي. الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هي اللي فازت بالشوط الأول للحيل. الشوط الرئيسي للزمول فاز به أيضا الوعب، الوعد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران، مع العلم بأن الشحانية هي صاحبة أفضل توقيت اللي فازت في الشوط الأول بتوقيت 7:57:08 من الثانية. هذا أهم وأبرز اللي صار عندنا اليوم من السباقات الصباحية والمسائية. أذكر إذا سمحتوا لإخواني المشاركين نعم تفضل، لأن السباق اللي أجلناه أمس، السباق اللي تأجل من قبل اللجنة راح يكون السباق في يوم بكرة، وهو خاص بالثنايا الأشواط المفتوحة على جميع الراقبين والمشاركين، يعني التزام بالمواعيد. اللي انطلاقة بتكون بإذن الله الساعة 5:30 كالعادة. نعم يعني محمد بس حتى نكون أوضح أكثر، يعني السباق اللي ألقي أمس في الفترة المسائية راح يكون بكرة إن شاء الله المساء الفترة المسائية بإذن الله، هي أشواط الثنايا الخاصة بأصحاب السمو الشيوخ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. محمد الله يعطيك العافية وما قصرت. لا شكر على واجب أخي ناصر، مرحبا. مشكور يا محمد بن بريك، ومن الهجن بن مبارك نروح لعلوم البحر مع أخونا أحمد الكواري. أحمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أحمد. الله يمسك بالخير. هلا هلا مبارك. ها بشرني شو أخبار البحر؟ والله البحر زين تمام الحمد لله ما شاء الله. طبعا اول سؤال بسألك اياه، الصافيه انزلت ولا للحين؟ والله الصافيه انزلت، في تنزل الحين شوي شوي، وامس صايدين اليوم صايدين منها ما شاء الله. ثرى ثرى نزلنا احنا من كم من يوم، من 3 أيام تنورنا صدنا ثلاجه، فان شاء الله ان شاء الله هذا دليل يا ابو خميس قربت الصافيه، وان شاء الله ان شاء الله ان الجو بدا يتغير. أيوة. أهم شيء تعطينا علوم البحر إن شاء الله. والله بس هالأسبوع اللي طاف كان كوس، والكوس يقلب البحر ويطلع اللي في القوع يطلع فوق على سطح البحر، وعشان تصير الناس ما تصيد، يعني الشباك ما تصيد والهيال بعد ما يصيد كله وصخ الله التن وما تن هذا والقمر بعد له دور. والقمر نعم، وهذا يعفس البحر علينا الكوس، الكوس هو المشكلة. لكن ما لنا بد يا ابو خميس، احنا الحمد لله ننطر بيرد الشمال وبيبرد الجو. أيوة. وبنصيد ان شاء الله الاسمكه وبنصيد نعم. كل شيء ان شاء الله باذن الله. اهم شيء التنوار. انا ودي اعرف التنورون، احنا نعرف التنوار في الليل. لا لا نتنور في الليل ونصيد الصافيه ونصيد الخثاق ونصيد القبقب. الساعه المباركه يا احمد، وان شاء الله ان شاء الله ان نشوف علوم ثانيه ونشوف اخبار ثانيه عن البحر ان شاء الله. ولا همك يا مبارك. الله يعطيك العافيه والساعه المباركه يا شيخ. الله يخليك. مشكور أتمنى. مشكور احمد الكواري اللي اعطيتنا علوم البحر، نشكر لك هذه المداخله وبيض الله وجهك. الساعه المباركه. وبنروح يا ابو مبارك ابد ان شاء الله بنطلع فاصل
التقرير، بعدين بنرجع عشان التقرير مميز عن المدرسة المهنية وفقرة علوم العالم. بعد الفاصل؟ بعد الفاصل انتظرونا وشوفوا هذا التقرير. حياكم الله مشاهدينا، نظرا للتقدم الصناعي للبلاد ولتحويل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، برزت الحاجة الماسة لتوفير الكوادر المهنية الوطنية. نعم أبو مبارك، فالتعليم المهني يوفر الخيارات التربوية المتنوعة ويعزز فرص التميز. راح تشوفون معنا ونتعرف مشاهدينا الكرام على مدرسة قطر التقنية الثانوية المستقلة من خلال هذا التقرير. التعليم ينقسم إلى قسمين، تعليم أكاديمي بحت وتعليم مهني بحت. التعليم الأكاديمي يركز على التلقي المعرفة النظرية والعلوم النظرية. التعليم المهني يركز على الجوانب العملية، لكن هنا في قطر التقنية احنا اخترنا ان ننهج منهج جديد ونمزج فيه بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي. الدولة بما فيها من اتساعات في المجال الصناعي يعني لمست الاحتياج الكبير للتعليم التقني الذي يعني يغطي بعض المجالات التي تحتاج إليها الدولة وتتوسع في ميادينها، فتحتاج إلى تقطير لهذه الوظائف وإيجاد أيضا كوادر جديدة قطرية مسلحة بالعلم النظري بالإضافة إلى التمكين العملي. احنا في ورشة الهندسة الكهربائية والطلاب يدربوا على التمارين العملية للمشاريع الكهرباء، وبعض المشاريع عندنا مثل ما تشوف الخلايا الشمسية، وفي المشروع الثاني عندنا الريموت كنترولر، كيف تحكم في الدائرة الكهربائية عن طريق الريموت. احنا حاليا في ورشة الخراطة، هي احد اقسام الميكانيكا، قسم الميكانيكا عندنا، وطبعا في نهاية كل سنة هناك في مشاريع للطلاب، وهذا احد المشاريع اللي هو عبارة عن موتور يعمل بالهواء وهو يعتبر صديق للبيئة. طبعا أنا أشجع طبعاً الطلاب القطريين للانضمام للتعليم التقني لما يتطلبه طبعاً سوق العمل في قطر، وتوجه طبعاً دولتنا للتعليم التقني ولتطوير كوادر العمل في السوق القطري هنا وتطوير الصناعة، وتصبح يعني أتمنى أن تصبح إن شاء الله دولة منتجة ليست فقط يعني تعليمية. صار لي الحين سنتين مسألة قطر التقنية، وما شاء الله مسألة قطر التقنية أعطتنا كل اللي نبيه واللي نحتاجه إن نستعد للمستقبل إن شاء الله، ونفس ما نعرف إن الدوحة هي دولة نفطية وتحتاج المهندسين في الدوحة ومحتاجة لقطريين بالذات في المصانع مثل كيو بي وقطر بترول وقطر غاز، وإحنا حابين نستعد من الحين للمستقبل.
طبعا مشاهدينا الكرام شفنا هذه المدرسة اللي صراحة نقدم تحية من خلال برنامج ترحيب لهذه المدرسة ممثلة بالمدير والمدرسين وبالطلاب اللي نتمنى لهم التوفيق. حلو المبارك انك تشوف شباب يعني يتحولون للعمل التقني والوظائف التقنية حتى يساهمون في تنمية هذا البلد. اللي قاعد على يسارك يا أبو سلمين متخرج من هالمدرسة، هذه المدرسة التقنية أنا تخرجت منها، واحد من الكوادر القطرية. أنا أتمنى أن يعطونهم بس الفرصة، يعطونهم المجال. الكوادر القطرية راح تبدع ما شاء الله. أنا تخرجت من وعندي دبلوم صناعة من الخلاطة، طبعا في مجال الخلاطة الميكانيكية أنا حاضر ما شاء الله. هي جدا جميلة الأعمال المهنية، وكثير من الناس يحبون يتوجهون لهذه الأعمال. وإحنا من خلال برامج ترحيب ندعو أيضا الشباب اللي عنده في بعضهم ترتبط بهوايته، اللي يحب الميكانيكا واللي يحب الأمور التقنية الأخرى، فحلو أن أنت تأخذها يعني كهواية وكممارسة وكمهنة، لأنها جدا مميزة فيها، يعني ما فيها أصلا يعني جلسة أو لا، فيها عمل وفيها إنتاج بشكل مباشر. ناصر ما شاء الله فيها نظري وفيها عملي، وبعدين إذا جيت حق العملي أنت المجال قدامك، الأجهزة قدامك، كل شيء قدامك. كيف كانت متعتك فيها أبو مبارك؟ والله صدقني هي طبعا أول سنة تمر على كل الأقسام، النجارة والحدادة والخلاطة والكهرباء والتكييف، تمر على هالأماكن وعلى كل ورشة، فأنت تشوف اللي أنت تميل له واللي تبيه على طول تتم عليه. أنا الصراحة استمتعت في الخلاطة، خلاطة الميكانيك، وتميت مع المكاين، تميت مع الخلاطة، يعني صراحة تميت في هالمجال وحبيته، ومن عقبها تخرجت من هالمكان. مع العلم ما شاء الله أن الشباب ربعنا اللي هم هندسة الكهرباء وهندسة التكييف، وما شاء الله عندك هندسة الديكور، ما شاء الله الشباب كلهم يعني كل اللي تخرجوا ويانا ما شاء الله مهندسين واللي ضباط وطلعوا ما شاء الله كلهم. كذلك احنا من خلال برنامج ابو مبارك نوجه يعني دعوة لأولياء الأمور بأنهم يحثون أولادهم على الأعمال المهنية والأعمال التقنية، حتى ما نخلي بلادنا هذه تحتاج الأحد من الخارج، بالعكس احنا نجيب افضل الناس اللي يعلمونا ويدربونا ونستفيد نتعلم، واحنا نشيل بلادنا بانفسنا، احنا نطورها بانفسنا. صدقت ناصر، واهم شيء ان احنا ما نستهين في التقنيه، بالعكس هذه المدرسه التقنيه هي من اروع ما يمكن. يعني انت في الاخير ايش بيطلع ولدك؟ نعم. راح يطلع مهندس، هندسه ما شاء الله، سواء في التكييف، في الكهرباء، في الميكانيك، في كل شيء، هندسه ديكور، راح يعني في كل مجال وما شاء الله موجود، راح يبدع وراح يخدم بلاده. أهم شيء عندنا هذه، هاي أهم شيء. حلو أنك تكون عنصر فعال في هذا البلد بمهنة معينة، يعني تحس أن أنت أنجزت في تنمية هذا البلد، طورت في هذا البلد، رفعت من اسم هذا البلد. أتمنى التوفيق مبارك. نصيحة، أنا نصيحة من واحد مجرب ومتخرج من هالمدرسة، أتمنى أنكم تدشون وتحثون أبنائكم على المدرسة التقنية. وننتقل الحين إلى بريطانيا ونشاهد معرض مميز عن سلاح تحول إلى تحفة فنية. تحولت بندقية الكلاشينكوف من طراز AK-47 التي تعد أكثر الأسلحة فتكاً في العالم إلى قطعة فنية، وذلك في معرض AKA للسلام العالمي الذي يحتضنه معهد الفنون المعاصرة في قلب العاصمة البريطانية لندن. صاحب الفكرة هو برانس سيموندنس، مصور جريدة سانداي تايمز وجندي الاحتياط السابق في الجيش البريطاني، والذي استوحى الفكرة خلال مشاركته مع الجيش في أفغانستان، إذ كان رجال الشرطة يزينون أسلحتهم. لذلك يود بران أن يقول للعالم إن السلاح الأكثر شهرة في العالم يمكن أن تكون له استخدامات أخرى غير القتل. من بين المعروضات بندقية كلاشينكوف تم ترصيعها بأحجار كريمة وفراشات بلاستيكية، وأخرى زينت بفواتير تظهر دولارات أمريكية في إشارة إلى المبالغ الباهظة التي تنفق على التسلح. شو رأيك أبو مبارك؟ إن شاء الله أن السلاح هذا بس يتم يعني
عمل هذا مثل هذه المتاحف وما يتم استخدامه للشيء اللي صنع من اجله. والله يا ابو سلمين انا الصراحه بس يعطوني اياه اعرض فيه حق العرضه والتحايل فيه، هذه يسوى الدنيا وما فيها يعني. صراحه كلاشينكوف بالاحجار الكريمه وهل هالتحفه ذي صراحه حلوه حلوه وايد يعني. هذا لا طبق المثل اللي يقول خلط السم بالعسل. لا لا هاي ان شاء الله ان شاء الله انه يكون السمن ما يكون ويكون عسل. يكون عسل ان شاء الله. من بريطانيا ننتقل الى روسيا وتقرير عن الالعاب الناريه نشوفها. تحول ليل العاصمه الروسيه الى نهار، وذلك بعدما أنارت أضواء مذهلة وألعاب نارية ساحة الكريملين الشهيرة إثر افتتاح المهرجان الدولي للأضواء في دورته الثانية. وقد اجتمع مصممو إضاءة من 25 دولة للمشاركة في هذا المهرجان، فيما عمل طاقم إنتاج مكون من 1000 عضو لتصميم حفل الافتتاح الذي حمل اسم طاقة الحياة، كما عبرت عنها كرة بيضاء ضخمة توسطت ساحة الكريملين. صحيح أن المنظمين أصيبوا بالإحباط جراء الأمطار الغزيرة، إلا أن الجمهور حضر بكثافة، وذلك للاستمتاع بالاستعراضات الضوئية التي تستخدم فيها آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، حيث من المقرر أيضا أن تزين المباني التاريخية أضواء باهرة بألوان زاهية قد يصل حجم استهلاكها إلى 2.5 ميجاوات خلال فترة المهرجان. إبداع يا أبو مبارك بالإضاءة. هذه إن شاء الله إن شاء الله بتشوف عندنا في اليوم الوطني إن شاء الله. إحنا إن شاء الله يعني إحنا سوينا ذكر في الأسياد 2006 يعني كان الافتتاح مبهر جميع دول العالم طبعا، من اللي سووه من ليزر ومن غيره وكذا. وهذا الشيء غريب عليكم يا هالقطر. نعم أبو مبارك، أنا راح أخلي المشاهدين أيضا في روسيا، لكن قبل ما أروح للتغرير اللي في روسيا أبو مبارك، احنا نسمع والمشاهدين يسمعون قالوا فلان كتب له عمر جديد ولا فلان الله احياه ولا فلان، فانا ودي يشوفون هذا المثل او اللي ان الله سبحانه وتعالى يخرج الميت من الحي او يخرج الحي من الميت او كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن انا ودي مشاهدينا الكرام تشوفون معنا هذا التغرير اللي انا متاكد بعده انكم راح تحمدون الله سبحانه وتعالى على النعمه ويكون عندكم يقين على الله سبحانه وتعالى بان الاعمار هي بيد الله سبحانه وتعالى. شوفوا معنا هذا التغرير. نجا سائق روسي محظوظ للغاية من الموت بأعجوبة عندما اصطدمت شاحنته مع شاحنة أخرى أكبر على طريق سريع. ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد الهواة حركة المرور على الطريق السريع قبل أن يقرر سائق شاحنة ضخمة الانحراف إلى جهة اليسار فجأة وبشكل خاطئ، ما أدى إلى وقوع الحادث. وهنا يظهر السائق المحظوظ وقد قذفه الاصطدام من الواجهة الأمامية للسيارة والتي تهشمت بشكل كامل دون أن يصاب بأذى. سبحان الله يا أبو مبارك، إيش رأيك أبو مبارك في اللي شفته؟ سبحان الله سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. شوف هاي والله أنا ما توقعت إنه يطلع منها لكن طلع. سبحان هذا الله. هذا يا ابو مبارك اللي انا اقول حتى المصور الله كتب له عمر جديد، يعني انه ما دخل في الحادث. طبعا احنا عندنا ايضا في برنامج الدوحه سبر الريان، لكن احنا نقول ان شاء الله انكم ما تصورون المشاهدين حوادث، لكن احنا عندنا بسبر الريان ان من المصورين الهواء مثل هذا المصور اللي قبل شوي صور على فاله، يعني ممكن انت من خلال جوالك تشوف اي حاجه، بس ان شاء الله احنا ما تكون حوادث. طبعا لا 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 تصورون حوادث، صوروا العيال صوروا الصغار صوروا اشياء حلوه، الا هالاشياء لا تصورونها. ان شاء الله انهم ما يصورونها، وان شاء الله ان احنا يعني ما نصور لك الخير. وبمبارك الظاهر احنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم برنامج ترحيب. في النهايه مشاهدينا الكرام ما نقول لكم الا لأي اقتراحات عندكم او استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب ما عليكم الا مراسلتنا على البريد الالكتروني اللي تشوفونه اسفل الشاشه ترحيب@الريان.tv. نشوفكم باكر ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج ترحيب، والله يحفظكم. في أمان الله.